وقالوا له ربنا لولا ترسل إلينا ملكا. يكمل الآية تقول إيه؟ ولو أرسلنا ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليكم ما تلبسون. هقول الآية مرة تانية، ربنا لولا ترسل إلينا ملكا ولو أرسل، يرد الله يقول ولو أرسلنا ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليكم ما تلبسون. يعني إذا هم بيقول لا يا رب إحنا مش هنصدق بالبشر الطبيعي، لازم ترسل إلينا ملاك. خلي بالك ما قالش ملاكا، الملكا. يقوم يرد يقول ولو أرسلنا ملكا لجعلناه رجلا، هو أرسل بالفعل ملك الملوك وجعله رجلا ليلبس عليهم ما يلبسون. مش الكتاب عندك قال كده؟ قال انتوا عايزين ملك، وانا لو بعت لكم ملك هجعله شكل الراجل وهيلبس عليكم الامر. هيلبس عليكم الامر ازاي؟ لازم ياكل ويشرب ويدخل الحمام ويبكي، والا فلما لبس الامر عليكم. كتابك قال هيلبس عليكم الامر، يبقى لازم يكون متشابه في كل شيء معانا الا الخطيه. الاضافه الى ذلك، فاكرين قصه الاسلام، قصه ابراهيم لما راحوا له الملائكه علشان يبشروه باسحاق، فتقت وجهها ساره وقالت عجوز عقيم فبشرناها باسحاق الى اخره. ان ابراهيم لما شاف الملائكه ذبح لهم عجل حنيذ، عجل سمين، ولما لقى ايديهم لا تصل الى افواههم خاف منهم. اذا لو انه جه في صوره لا تاكل ولا تشرب ولا تمارس الحياه البشريه، اولا كانوا خافوا منه، ثانيا ما كانش اتطبق الايه القرانيه اللي قالت ولو ارسلنا رجلا لجعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليكم. الله فعلا لما ارسل ملك ملك الملوك وجعله رجلا طبيعيا شابهنا في كل شيء الا الخطيه، ليلبس عليكم الامر ويلبس عليكم ما تلبسون. قال لكم يا جماعه هيجي لكم فيروس غباء ومش هتعرفوا ان هو ملك وهيلبس عليكم الامر، واوريدي حصل والبس عليكم الامر. السؤال الثاني، بتقول الامر بالفسق. الامر بالفسق، قلتي يا اخت ان الله لا يامر بفسق ولكنه امر بالخير، ولكن الناس فسقوا. ولو اردنا، الايه بتقول ولو اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها. فالبعض قالوا ان هو امر مترفيها بالشيء الصالح، ولكن المترفين دول فسقوا وحولوا كسروا الوصيه بمعنى اصح. ولكن هنا الامر ده مش مظبوط، عارفين ليه؟ لان في بدايه الايه ما قالش وان اردنا ان نهدي قريه امرنا مترفيها بالمعروف ففسقوا، او امرنا مترفيها زي ما انتم فسرتوها ففسقوا. لا، دي الاراده بتاعت الله اولا كانت ايه؟ يهلك. الله أراد، تفتكروا لما الله يريد أن يهلك يأمر بحاجة كويسة؟ لا، الإرادة هلاك، وترجمة الإرادة اللي هي هلاك دي الوسيلة هو الأمر بالفسق. يعني الهدف كان الهلاك، الوسيلة كانت الأمر بالفسق. مش ممكن يكون الله ناوي الهلاك وعازم على الهلاك فأمر بشيء صالح. الآية بتقول إن أردنا أن نهلك قرية، طب ليه تريد الهلاك؟ ليه تريد الهلاك؟ أمرنا مترفيها ففتقوا فيها. هذا بالإضافة لآية أخرى تقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظلنا أهلها أنهم قادرون عليها أتانا بأسنا، أتاها بأسنا فأرسلنا إليها رجالا جاسوا خلال الديار. يعني استنى لما الأرض تقف على حيلها وتزين وتاخد زخرفها وبعدين يجيب عليها وطيها. أوكي، يبقى هو إله أراد الهلاك أولا. أتمنى أن تكون النقطة واضحة. النقطة الثانية، أسماء الله. يعني في مأساة عايزة أقولها لكم أحبائي بخصوص أسماء الله. لما قعدت في مرة أتكلم مع أحد المسلمين وبقول لهم، فبيقولوا لي إن من ضمن إعجاز الإسلام إن إيدك اليمين لو فتحتيها الخطوط اللي بتبقى في كف الإيد مكتوب عليها 18، وإيدك الثانية مكتوب عليها 81، إذا جمعتيهم يبقوا 99 أسماء الله، وإذا طرحتيهم يبقى سن محمد. والسؤال هنا، هل بعد ما أسماء الله الحسنى اتحذف منها عدد من الأسماء، هل الطبعة الجديدة في الأطفال هتنزل بدل 18 81 هتنزل حاجة تانية؟ مش عارفة. السؤال بقى المرة دي اللي نفسي أعرفه، لما بكلم أحد الشيوخ قلت لهم إزاي مثلا نشيل مثلا كلمة الضار من أسماء الله وهي مذكورة في القرآن، أو المضل من أسماء الله وهي موجودة في القرآن إلا إذا قطعت القرآن راخر. رد الشيخ بمنتهى البلاهة، قال هي اتشالت من صفاته ولكن من أسمائه ولكن بقيت كصفات. اتشالت من الأسماء وبقيت كصفات. والعجيب إن أنا بابايا كان عنده واحد زميله اسمه مش عارفة إيه متولي الجحش، لما كنت اضحك عليه يقول لي يا بنتي ده لقب عيله. المصيبه لو قال لي لا ده مش اسم من اسمائه يا بنتي لكن صفه النحمار.
يعني مصيبة ان انا اقول ده من عيلة الجحش، لكن المصيبة الاكبر ان انا اقول لا ده مش من عيلة الجحش، ولكن هو كنه انه جحش. اتشالت من صفاته، من اسمائه وبقيت كصفاته، ده عذر اقبح من الذنب يا اخت كارلوشة. النقطة الثانية، من بدل دينه فاقتلوه. انا قبل ما اتكلم في من بدل دينه فاقتلوه، اولا عشان بالمنطق كده لوجيك، علشان يتسنى للانسان انه يكون في حريه عباده وفي جنه وفي نار لازم يبقى عنده حريه اختيار. لكن انا عايزك تقروا معايا الايه دي، ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. الكلام ده في سوره النساء، نعدها كم مره؟ امنوا وكفروا يا جماعه تاني. الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. لو ان في حد الرد اول واحد بيامن بيكفر بيتقتل، ما كانش قدر في الايه دي امن ثم يكفر ثم يامن ثم يكفر ثم يزداد كفر. دي نقطه. النقطه الثانيه، من بدل دينه فاقتلوه. فماذا عن المسيحي الذي يتحول للاسلام؟ ما هو بدل دينه، ما قتلوهوش ليه؟ ماذا عن الوثنيين الذين اتبعوا محمد؟ ما هو بدلوا دينهم، ما انقتلوش ليه؟ وبعدين هل ده يتماشى او يتوافق مع لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي؟ فمن استمسك بالعروة الوثقى فقد فاز. عارفين ايه العروة الوثقى من وجهة نظري الوسطانية؟ العروة الوسطانية اللي اتمسك بها الانجيل. الانجيل العروة الوثقى. لكن انا عايزة اعرف دلوقتي، لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، لا اكراه، ازاي يتماشى الامر ده مع حد الردة؟ وتطبقت حد الردة في مبدأ من بدل دينه فاقتلوه، فلابد من قتل اي انسان ترك ديانته وذهب الى اخرى، سواء كان مسيحي اسلم او مسلم اتنصر او يهودي قبل الاسلام او ما الى ذلك. اتمنى اكون وضحت النقط دي اخت كارلوشة، ومستعدة قوي قوي لسماع اي سؤال اخر.